أكبر دفعة يخرجها هذا الصرح العلمي والوظيفي في مجالات متعددة، وذلك من خلال هذا العدد وتلك التخصصات، تخصصات تغذي وريد العمل الحكومي بدماء جديدة يعول عليها في الرفع من كفاءة المرافق الخدمية، خاصة في مجالات المالية والتسيير والمحاسبة والقضاء والإدارة وغيرها. يتكون الطالب على المحاسبة العمومية خصوصا، كذلك محاسبة الشركات والتسيير المالي. هذا التخصص يعتبر تخصص جد مهم، لأنه يخدم المواطن أولا ويخدم الدولة من ناحية المراقبة، وكذلك متابعة أي فساد يمكن أن يطرأ. هي دفعة في الحقيقة دفعة نوعية تميزت بتكوين مكثف على العمل الإداري على القوانين القانون العام وغيره من القوانين الخاصة. هي أيضا دفعة حظيت بتكوين عسكري متميز أكسبها خبرة ومسؤولية والانضباط. نحتاج هذه الدفعة لتكون إضافة نوعية للجسم الإداري الوطني ولتكون أيضا دماء جديدة. تلقينا على مدى 24 شهرا في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تكوينات جد مكثفة، طالتها تكوينات إدارية ممتازة وكذلك تكوينات عسكرية. أعتقد أن هذه الدفعة بحجمها الكبير ستكون إضافة نوعية للجسم الإداري الوطني، وخصوصا أنها تلقت تكوينات في جد القوانين ومختلف القوانين. أنا تلاميذ الحمد لله مدرسة الوطنية الإدارة العامة، نخرج هذه السنة تكوين 2020-2022. الحمد لله كل طريقة عدلناها بطريقة صح الحمد لله، ولكن كان بيصوب شوي في زمن هذه فترة كورونا، ولكن بجهد الإدارة ومدير وتلاميذ وأستاذ الحمد لله كل وافي بالخير. المسار التعليمي والتدريبي لهذه الدفعة مر بمرحلة مخاض راوحت بين الدروس النظرية والتطبيقية، وتعززت بدورات تدريب عسكرية وشبه عسكرية تلقى خلالها الموظفون الجدد النصائح والإرشادات، مستأنسين بتجارب الإدارة والتسيير النموذجية، والأمل معقود عليهم في تقديم صورة أنقى كل في مجال تخصصه للنهوض ببلد يحتاج إلى كفاءات وأطور مهنية أكثر ديناميكية وبعدا عن الشبهات. كانت فرصة سانحة، وكان يتميز بظروف خاصة ظهور فيروس كوفيد 19 اللي أثر على هذا التكوين شيئا ما، ولكن ضمن الظروف القاسية الحمد لله فترة التكوين ما أثرت عليه، عدناه كما هو، عدنا مرورا بالتكوين العسكري والتكوين الإداري والميداني، إياك نتقربوا من العمل ونعيشوا ظروف العمل من قريب. الولوج المدرسة كان عن طريق مسابقة وطنية شارك فيها آلاف الموريتانيين، وكانت هذه الدفعة هي خير الناجحين. تم تكوينها على مدى سنتين، تكوين نظري وتطبيقي من خلال كوادر على مستوى عالي. كان تكوينا ذريا بكل المقاييس، تعرضنا خلاله لعدة تكوينات مختلفة، بدأت بالتكوين التعليمي ومرورا بالتكوين العسكري وانتهاءا بالتكوين الميداني. كنا ضمن الدفعة الخامسة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. لقد حظيت هذه الدفعة بالعديد من المزايا عن غيرها، لعل من أهمها التدريب العسكري الذي خضناه في روسو والمشاركة في ذكرى المخلد العيد الاستقلال الوطني. كانت فرصة التكوين في مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء فريدة من نوعها، حيث تلقينا تكوين جد مثمر، كذلك خضنا التجربة العسكرية 3 أشهر وتدريب أيضا على الميدان في إداري. المحتوى كان جيد، كانت الاستفادة كبيرة كل حسب تخصص، وكان فم تدريب عسكري وكان فم تدريب مهني في الإدارات كل حسب تخصص. طبعا فم نقطة أساسية هي مشاركة النساء في هذا التكوين، كان هناك نسبة معتبرة من النساء، وهذا يثبت على أن المرأة الموريتانية عادت أعطيها فرصة لإثبات نفسها وتحقيق أهدافها. وبتخرج هؤلاء تكون المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء التي تأسست منتصف الستينيات من القرن الماضي قد خرجت قرابة 4000 إطار في مجالات متعددة، منها القضاء والإدارة والمالية والصحافة والأشغال العمومية والاتصالات والأرصاد الجوية، كما وفرت لقطاعات كالمالية والخارجية والداخلية
طواقم عمل مؤهلة ومدربة لتولي مسؤولياتها في ظروف أفضل.